أو شخص محتاج لك دي ساعة الخير، يلا وفي ايدينا نساعد الغير، تنقذ حياة عايشة في حضن الموت. أو شخص محتاج لك دي ساعة الخير. أيامنا دي دقايق ساعات بتفوت، والعمر في دقايق أكيد فرق، تنقص حياة عايشة في حضن الموت. أو شخص محتاج لك دي ساعة الخير، يلا وفي ايدينا نساعد الغير، تنقص حياة عايشة في حضن الموت. أو شخص محتاج لك دي ساعة الخير. السلام عليكم ورحمة الله، مشاهدينا الكرام نحييكم، وهذه حلقة جديدة وبرنامج ساعة الخير. برنامج ساعة الخير زي ما قلنا لحضراتكم من أول حلقة إن هو تابع لجمعية صلة، يعني اللي قايم على رعاية البرنامج وقايم على التواصل بعد ما الحلقات بتخلص معانا أو الحلقات بتخلص معانا هي جمعية صلة. معانا إخوة كرام بيتولوا الرد على أرقام التليفونات اللي موجودة على الشاشة اللي حضرتك ممكن تتواصل عليها عشان تتبرع للناس، تتواصل عليها عشان تتعاون مع الناس والحالات اللي حضرتك شفتها. كمان إخواننا اللي بيكونوا معانا ضيوف عزاز علينا بعد الحلقة ممكن يتواصلوا على جمعية صلة على نفس الأرقام عشان يسألوا يا ترى حد تواصل معاهم، حد ساب لهم حاجة، حد هيتعاون معاهم. أي اتصالات وأي تعاون مع برنامج ساعة الخير بيكون من خلال الأرقام اللي موجودة على الشاشة اللي هي خاصة بجمعية صلة واللي بيقوم عليها الأستاذ المحترم خالد الناقر والأستاذ مدحت والمجموعة اللي معاهم، ولكن دول الأشخاص الرئيسيين مسؤولين عن جمعية صلة ومسؤولين عن رعاية برنامج ساعة الخير. برضه أحب أزف لحضراتكم بشرة بسيطة جدا إن حالة أو اتنين بس هي اللي تم التعاون معها، بقية الحالات يا جماعة الحساب ضعيف جدا 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 الحقيقة، مفيش مش عارفين ايه السبب. هل الحالة الاقتصادية بتخلي الناس تضن شوية؟ احنا شعب مش بخيل، لما بيوصل الامر اللي رغيف عيش حاف برضو بنقسمه مع بعض، ده طبيعتنا وده طبيعنا كمصريين. عارفين ان من امبارح الامور اتقلبت والاسعار نطت نطة كبيرة جدا، ولكن اذا كانت فرقت مع اللي دخله 10,000 جنيه انه بقى المرتب بتاعه يساوي 9,000، فتخيل بقى مرتبه 500-600 جنيه ممكن الامر يوصل معاه لايه. تخيل اللي عنده مريض وبيصرف عليه علاج ودواء طول الشهر وخصوصا لو حاله مزمنه، تخيل بيطلع قد ايه، وتخيل علاج غيري عليه قد ايه. فيعني رحمه باخواننا ورحمه بمواطنينا ورحمه باخواننا المصريين وكل مريض بيتواجد معانا سواء مصري او غير مصري، بيكون في شيء من الرعايه شويه عشان ربنا يفكها ان شاء الله على الجميع. الانسان ينفق مما اتاه الله سواء كتير او قليل، مش شرط اقول وصلت للحد الفلاني عشان ابتدي اتبرع. حالات كتيره مرت علينا، كبار صغيرين ستات شباب رجاله، كل دول كانوا محتاجين، والحقيقه لغايه دلوقتي ما زالوا محتاجين وما زالوا بيلحوا علينا في الطلب، ولكن الحقيقه ما باليد حيله، العين بصيره والايد قصيره زي ما بيقول بالمصري، وفي انتظار رحمه ربنا سبحانه وتعالى وفي انتظار الرحمه اللي زرعها في قلوب اخواننا اللي ربنا سبحانه وتعالى ميسرها لهم بعض الشيء. النهارده الحقيقه معانا يعني حاله مش شرقيه، واحنا عارفين ان الشيء اذا زاد عن حده دايما بينقلب لضده، وعارفين ان الشعر نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، والشعر تاج على راس الجماعه اللي عندهم شعر لا يراه الا الجماعه الصلع اللي زي حالاتي. فشعر نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن اذا زاد الامر عن حده ووصل لامر خاصه مع الانسات او البنات، وخاصه لو كان في اماكن مش مرغوب فيها، بتتحول العمليه لمشكله كبيره جدا. هل لو كانت العمليات اللي هي البسيطه الكريمات والمش عارف ايه ده بتزيله الامر ممكن يعدي، ولكن لما توصل العمليه لحاله مرضيه وتوصل لعمليه اللي بيقول عليها يعني عفوا كده بيقول عليها شعر الماعز او حاجه زي كده، شعر كثيف جدا وعلى بقع كتيره جدا من الجسم وازالته في منتهى الصعوبه، وازالته ما بتتمش غير بالليزر، وخاصه لو الحاله حاله بنت بتبقى العمليه اصعب عشان البنت دي ممكن بعد كده يعني لا قدر الله لا قدر الله تصاب بعقم بسبب الليزر. الحقيقه احنا عاملين زي يعني داخلين في مساله عويصه شويه والحل فيها صعب جدا، ولكن رحمه ربنا سبحانه وتعالى فوق كل شيء. دعوني في البدايه ارحب بالاخت راضيه رجب خليل، اهلا بك يا مدام راضيه. اهلا بك. منورانا. ومعانا بنتنا رحمه محمد الشحات. محمد ازيك يا رحمه؟
طيب انا حاله الحقيقه حاله رحمه عندها 13 سنه، هي في الصف الثاني الاعدادي، ومنذ ولادتها وهي عندها يعني شعر كتير جدا وطويل ومتفرغ في اماكن كتيره جدا من الجسم. الحقيقه يا رحمه مش منتقبه، وكذلك والدتها، ولكن الحقيقه برضو لرغبتهم الملحه ان هم محرجين شويه وما تعرضوش قبل كده للاعلام، فشايفين ده هيبقى شيء صعب بالنسبه لهم، فاحنا هنتعامل معاهم على نفس الحاله اللي هم عليها دلوقتي. هم محجبات ما هماش منتقبات، وعارفين طبعا البنات بيتاثروا بالحكايه دي شويه، خاصه مع زميلاتهم، خاصه لما اكون في الارياف. وانا قلت لكم ان الحاله دي جايه من الشرقيه. ست راضي، عايز اعرف الحاله ابتدت معاكي امتى، وعندك كام بنت بدايه او كم ولد؟ معايا اربع بنات. معاكي اربع بنات؟ هي الكبيره. ثلاثه غير رحمه. نعم. هي الكبيره. ايوه. يوم ما اتولدت فوجئنا باللي هي فيه ده. من ساعه ما اتولدت هي على ذي الحال؟ نزلت من بطني كده. فجرينا ورحنا. طب الحاله اللي هي ايه برضه، وصفيها للمشاهد كده. الحاله اللي هي قالوا ده وحمه هتروح بقى، يدوني كريمات ما بتروحش الكريمات. طب كانت في منطقه واحده في الجسم؟ لا، هو زي ما اتولدت لا زادت ولا قلت. ما برضه المشاهد ما يعرفش يعني ما زادت ولا قلت فين، هل كل الجسم مصبوغ بالحكايه في دي؟ في دراع كامل حضرتك ما فيش فيه اي حته بيضه، كله يعني اسمر وشعر. كله فيه شعر. وجسمها كله بقع، كله بقع متفرقه وفيها شعر. الشعر ده بقى طويل ولا قصير؟ لا، طويل لدرجة ان هو بيعدي المنطقة السمراء، بيجي في المنطقة البيضاء. يعني يغطي البقع اللي هو فيها او مكان اللي ويطول فوق كمان. بيطول. يعني نقول مثلا قد 4 5 سم كده ولا حاجة. ماشي. في الحدود دي. صح كده؟ طب الحالة دي ما شفتهاش انت قبل كده بعينك؟ ما فيش حد من العيلة شفتي قبل كده، اطفال حواليك خالص؟ ولا عمر شفتها اصلا، لا قرايب ولا جيران ولا اي حاجة. انت مش قريبة جوزك صح كده؟ لا. مش ولاد عم او ولاد خالة او اي حاجة؟ ولا خالص. يعني العملية ما فيش فيها شيء من الوراثة خالص؟ لا. طيب انت اتفاجئتي بالمنظر. ايه القرار اللي خدتيه بعدها؟ او ايه عشان انا بولد وببقى تعبانه، ما حدش قال الا بعدها باسبوع. حتى انا ما خدتي بالك بقى. طب لو خدتي بالك عملتي ايه؟ حاله بقى ربنا ما يوريهاش لحد حاله انا فيها غير اي حد. نعم. خاصه والحمد لله ربنا، يعني الحمد لله. بالك خاصه انها بنت صح؟ خاصه ان هي بنت. فانا الدكتور قال لي ان هي تحط الكريمات دي وتروق. ده الكلام ده كان عمرها قد ايه لما اتحركتي بيها؟ اسبوع. وانا بجيب كريمات على سني دي حاجه نازله وهتروح. يعني من اول اسبوع وانت ابتديتي تتحركي عليها. وديتيها للدكتور قال لك حطي كريمات. حطي كريمات وده هيروح وشويه وهيروح وهيبهت ويروح. فقعدت سنه ونص لحد ما فيش حاجه، فروحت سافرت جيت القاهره. طب قبليها يعني الكريمات اللي كان بيديها لك هي الكريمات اللي بتستخدم للسيدات الكبار؟ انا مش عارفه، ما كنتش عارفه اصلا. كانت اول خلفه ليا ومش عارفه اي حاجه في اي حاجه. بتجربي بقى معاها. فانا مش عارفه، او حاجه جت ما عمريش تخيلتها وانا متجوزه وانا عندي 17 سنه، يعني ايه عيله ويعني ايه شفت لي عيله مشوهه. طب والدها كان رد فعله ايه لما شاف المنظر ده؟ رد فعله بيقول قضاء ربنا، ايه بايدينا؟ مفيش حاجه بايدينا نغيرها. نعم. مفيش حاجه. بس الحقيقه لما قعدت معاه قبل الهوا الراجل برضو ساعه معاكي وتحرك كتير يعني. لا مش بيسكت. ورحنا بيها وهي عندها سنه ونص، ودخنا بيها واتحجزت في مستشفى كتير. بقى قعدوني وحالات وحشه اشوفها وانا قاعده. طب من سنه ونص خدت قرارها ونزلت القاهره هنا. اول مستشفى رحت لها فين؟ سيد جلال. سيد جلال هي في وسط البلد عند منطقه باب الشعريه. طب كان ايه تشخيص الدكاتره، او لما شافوها الدكاتره ما خدتيش بالك يعني اندهشوا شافوها حاله عاديه؟ لا، قالوا دي حاله ما عمرناش شفناها بقى، ده الدكتور ده يوريها الدكتور ده والدكتور ده، زي ما يكون حاله ذهول ما شافوش حاجه كده. نعم. فبقوا بقى يهتموا، فقالوا احنا هنشوف يكون عندها امراض في جسمها وحشه ولا لا. مشاكل ان ممكن يكون لا قدر الله مرض وحش تحتها مرض وحش. فهو شاله من الجلد، قطعوا من جلدها كده، فقالوا ما فيش حاجه بس عايزه عمليات كتير. وحللوها. فالحمد لله، بس هي عايزه عمليات كتيره جدا، ويا باباها بالارزاق ما ينفعش. مفيش لدرجه. الفتره اللي قضيتيها في مستشفى باب الشعريه او سيد جلال قد ايه؟ لا، يجي شهر قعدت في السيد جلال، قاعده في قلب المستشفى مقيمه فيها. نعم. بالليل وبالنهار بايتة بيها هناك. برضه الدكاتره بيبصوا عليها كل شويه ويحللوا لها، وعلى ما الجرح يروق ويغيروا لها وكده. بعد ومفيش قدره ان انا اسافر واروح واجي كل مره، كل يوم او كل اسبوع. بقيت اضطر اقعد. برضه ما كان زال سنه ونص يعني. لسه في فتره ما كملتش حتى بنت سنتين. وبترضع. كانت بترضع لسه. طيب بعد كده رجعتي البلد تاني بيها؟ رجعت بيها من غير اي علاج صح؟ مفيش اي حاجه. لا. رحت بقى تاني، ورحت السيد جلال تاني برضه. فكانت عندها 6 سنين. وجي رحت يعني قعدت الفتره دي كلها حوالي 4 سنين ما فيش بقى حاجه. ما هو قالوا ما فيش حاجه دلوقتي ومش هينفع، وعايزين فلوس كتير، وانا هنجيب منين فلوس كتير؟ ما كانش في حاجه اصلا خالص لسه.
ولا كان معناه اي حاجه. طب خلينا عند قبل سن 6 سنين، ويعني بسالك يا رحمه، انت امتى حسيتي ان انت عندك مشكله وانت مش زي بقيه البنات؟ اما كبرت وفهمت اللي في حاجات في جسمي البنات كلها ما عندهاش الا. كان سنك قد ايه تقريبا؟ انا فهمت ان في حاجات في جسمي من 6 سنين. من 6 سنين يعني هي بتعرفش، هي بتتكلمش اصلا مع حد ومش مختلطه بحد ومش بتقعد مع حد خالص ولا بتخرج من البيت اصلا. يعني هي بتخرجش من البيت اساسا، يعني هي ممكن نسيبها في البيت اخرج واجي لها برضو في البيت، مش مختلطه باي حد خالص ولا بتكلم حد منه. وهي برضو عندها سنه ونص، يعني المفروض اي عيله صغيره بتروح لاي حد، حد يقول لها تعالي لعبها كده. لا انا قصدك انها حساسه شويه. خالد خالص حسية. خالص لا، ومش بتكلم حد ومش لها دعوه بحد. يعني ممكن لو انت في اولى ابتدائي يا رحمه حسيتي ان انت عندك مشكله؟ طيب انا من ساعه ما اتولدت من صيف شتاء انا لابسه بادي بكم، عمري ما لبست النص ابدا. طب هرجع لك تاني، بس اخد الدكتور عبد العزيز بش، مدرس واستشاري تجميل جراحه التجميل بجامعه القاهره. اهلا بك يا دكتور عبد العزيز. الدكتور عبد العزيز، دكتور عبد العزيز معايا؟ طيب يبدو ان الاتصال فيه مشكله، هنعاود الاتصال تاني بالدكتور عبد العزيز بش، مدرس واستشاري جراحه التجميل بجامعه القاهره. ايوه انت رحمه، انت واضح ان انت طبيعتك ان انت حساسه شويه. شويه هو كبير دم بيبقى كده، يعني عنده شبه الحساسيه شويه. وهي قالت الكلام برضه، يعني ممكن ما تعرفش تتكلم، ممكن ما تعرفش ترد على حضرتك خالص، لان هي مش مختلطه بحد اصلا. نعم. يعني اخرنا نروح عند قرايبي انا. خالها خالتها بس. مش مختلطين بالجيران قوي ولا كده؟ لا يعني. لا ولا بننزل من البيت اصلا. طب ده اللي خليكي يعني رحمه حسيت ان انت مش عايزه تكلمي مع حد، ولا الحاله اللي انت فيها طبيعتك، ولا الحاله اللي انت فيها؟ لا دي طبيعتي. دي طبيعتك. طب بعد ما لقيت المشكله دي حسيتي من امتى ان انت عندك مشكله؟ يعني سن اولى ابتدائي، ثانيه ابتدائي؟ اولى. من سنه اولى ابتدائي وابتديتي تقارني نفسك بالبنات؟ صح. انا عايز بس يعني ترفع صوتك والمشاهد يسمعك عشان الناس تعرف مشكلتك ايه بالظبط. طيب ايه اللي حسيتيه بقى لما كنت بتشوفي البنات وتشوفي نفسك؟ كنت اشوفهم هم بيلبسوا بنص وانا صيف شتا لابسه بادي بكم. والدتك هي اللي خدت القرار ده، انا دايما ملبساكي بكم عشان ما يبانش دراعك وبتاع في مشكله. ايوه عشان البنات ما يقولوش ان انت في حاجه في جسمك وعنا لا. طب بعد كده عملت ايه يا رحمه؟ ما عملتش، كنت بمشي مع زمايلي عادي. يقول لي بتلبسيش ليه؟ بقول لهم كده ما بحبش البس. انا ما كانش حد لغايه الفتره دي يعرف انت ايه مشكلتك صح؟ لحد النهارده محدش عارف عني خالص غير خالها بس. خالها وخالتها، اخواتي الجدعان واخواتي البنات، اي حد تاني في الدنيا لا. طب هاخد دكتور عبد العزيز. اتفضل يا دكتور. ايوه فندم. يا اهلا بيك يا دكتور عبد العزيز. اهلا بحضرتك. والله اللي معانا حاله يا دكتور يعني من الحالات النادره شويه، حاله بنتنا رحمه عندها 13 سنه، هي في صف الثاني الاعدادي، ومن ساعه ما اتولدت وهم لقوا كل الجسم مصبوغ بحاجات زي الوحمات كده كلها شعر، والشعر كان طويل شويه يعني. فلما عرضوها على الدكاتره قالوا دي وحمه، وخدوا عينه في مستشفى سيد جلال وحللوها على اساس ممكن يكون مرض لا قدر الله خبيث او كده، فلقوا ما فيش مشكله خالص. ولكن بتقول ان الدكاتره فضلوا يتناولوا الحاله ويبصوا عليها بحاله من الاستعجاب شويه والاستغراب يعني. الحاله ان شعر طويل جدا بيوصل احيانا ل 4 5 سم، والجسم كله مصبوغ بالطريقه دي سواء الدراعات او الجسم بالكامل. فكنا عايزين نستفسر من حضرتك، الحاله دي حاله يعني نادره ولا حاله موجوده؟ لا طبعا هي حاله موجوده وحاله معروفه اسمها جاينت هيري نيفس، يعني الحسنه مشعره بحجم كبير او حجم ضخم. نعم. الحسنات المشعره اللي زي دي طبعا بيبقى لها احتمال زي ما هم عملوا لها قبل كده قصه انهم يعملوا عينه علشان لا قدر الله انه يكون في نسبه بتتحول الى خلايا سرطانيه من سرطانات الجلد. ما هيش حاجه مقلقه، لكن حضرتك يا دكتور لو متابع، حضرتك يا دكتور لو متابع الشاشه، الصوره موجوده على الشاشه دلوقتي. تمام. هو انا للاسف ما قداميش تلفزيون، لكن في حالات كتير بيبقى واخده جزء كبير من دراع كامل. عايز اقول لحضرتك، عايز اقول لسعادتك، عايز اقول لسعادتك يا دكتور ان الدراع كله كانها لابسه بادي كامل كله شعر يعني. تمام. اتفضل. فزي ما بقول لحضرتك هو بيبقى ده اختلاف في خلايا الميلانين الموجوده. نعم. اثناء التكون الطبيعي بتاع الجنين في بطن الام. نعم. وبيتولد الجنين وعنده هذه الحسنه المشعره بهذا الحجم الكبير. نعم. تمام اتفضل. مرضها يا دكتور ايه بالظبط؟ هل بتبقى مثلا في اختلال عند الام او الاب او في صله قرابه او كده؟ هم مش قرايب، الاب والام مش قرايب. لا ولا تبقى كده طفره جينيه؟ مش بالضروره، هو بس بيبقى خلل اثناء تكون الجنين نفسه. نعم. وبيخلي القصه تظهر على هذا الشكل.
ياخد جزء كبير من اجزاء الجسم. نعم. وزي ما قلت لحضرتك هي طبعا بتبدو للاهل حاجه غريبه، لكن هي حاله مرضيه موجوده ولها علاجات كتير طبعا، منها الليزر ومنها الجراحه. المهم ان احنا نبقى متاكدين ان الخلل اللي حصل في خلايا الميلانين او خلايا الصبغيه للجلد ده مش مؤثر على الجهاز العصبي، لان احيانا بيبقى في خلايا شبيهه موجوده في النخاع الشوكي. فمهم جدا ان احنا نستبعد اي خلل في الخلايا الصبغيه الموجوده في بقيه الجسم. احيانا بتكون موجوده في الامعاء، احيانا بتكون موجوده في الكبد. فطبعا لازم نستبعد كل هذه الاشياء قبل ما نتدخل جراحيا. نعم. بالنسبه للحاله اللي حضرتك، زي ما فهمت من حضرتك ان فيها اجزاء كتير من جسمها فيها المشكله دي. طبعا في الحاله دي بيبقى ده بيصعب مساله الجراحه شويه، لكن طبعا يعني لو الحاله تشرفني في اي وقت ويعني مساهمه مني في الظروف لظروف الحاله المرضيه، يعني ان انا ممكن نكشف عليها، ولو محتاج اي تدخل جراحي هنعمله بالمجان ان شاء الله. احنا شاكرين ليك يا دكتور، بس السؤال برضو اخير، يعني الليزر هل بيأثر على البنات مثلا بالذات؟ يعني لو ولد كان ماشي. هو الفكره كلها في الليزر ان احنا بنستخدم طبعا دلوقتي تقنيات حديثه جدا واجهزه حديثه جدا من الليزر. نعم. لكن بيحكمنا طبعا المساحات وبيحكمنا الاماكن اللي موجود فيها الخل الصبغي ده او التصبغ الموجود ده. نعم. وكمان طبعا النتيجه مع الليزر متفاوته حسب حاله المريضه وحسب العمق الموجود في الخلايا الصبغيه دي وحسب طبعا فرصه انها تتحول لخلايا. طب معلش يا دكتور، يعني الفضول هنا بياخدنا لسؤالين تانيين برضه يا دكتور. بعد الليزر هل الشعر ده بيطلع تاني ولا خلاص الامر بقى نهائي؟ هي قضيه زي ما اتفقنا، بس هي مش مشكله في الشعر قد ما هي مشكله في الخلايا الصبغيه، ولان طبعا الشعر اللي موجود في المنطقه دي كمان بيبقى زي فيه صبغات بكثره يعني. نعم. فبتبدو كانها مشعره، لكن هي بمجرد ما قضينا على الخلايا الصبغيه دي غالبا طبعا ده بيكون اثر على بصيلات الشعر في المنطقه دي، تنتهي القصه. تنتهي تمام. طب يا دكتور برضه خليني اقول لك، الجراحه بتتم ازاي؟ هل بيتم ازاله الجلد ده، طبقه الجلد دي؟ بالظبط كده. احنا طبعا لو هي في منطقه يمكن ان احنا نستخدم الجلد الطبيعي ما حول هذه الحسنه المشعره، ممكن ندخل احنا نحط حاجه اسمها ممدد انسجه. نعم. ممدد الانسجه ده بنستخدمه علشان نمدد الجلد الطبيعي ونشيل الجلد اللي هو مصاب ونحط مكانه جلد طبيعي بطريقه امنه وبدون اي مضاعفات. لكن لو ما فيش في المكان زي ما حضرتك بتقول كده، كان لابس بالظبط دراع او حاجه زي كده، ما فيش في المكان ده جلد كافي، احيانا طبعا لو هو ده المكان الوحيد في الجسم نقدر نستأصل الجلد ده ونحط مكانه رقعه جلديه. طبعا استئصال الجلد في مكان زي ده، خاصه لو هو سيركمفرنشال او محيط بكل محيط الذراع، ده بيعرضنا للمشاكل الثانيه بقى الخاصه بالغدد اللمفاويه بالجهاز الليمفاوي، ويحصل زياده في حجم الذراع نتيجه ان احنا استأصلنا الجلد اللي تحتيه اوعيه لمفاويه. يعني متوسط التكلفه يا دكتور لحاله زي قد ايه تقريبا؟ يعني زي ما حضرتك، هي القصه طبعا بتختلف من حاله لحاله وحسب حجم الحسنه وحسب ظروف الحاله، لكن نقدر نقول ان غالبا يعني ممكن طبعا تتعمل في المستشفيات الجامعيه وفي المستشفيات العامه وبدون تكلفه تقريبا، وعلى المستوى الخاص يعني في العيادات الخاصه والمستشفيات الخاصه هذا تفاوت التكلفه وفقا للمكان والحاله. وزي ما قلت لحضرتك انا مساهمه اني اقدر اساهم ان شاء الله في علاج الحاله بالمجان اذا يعني استدعت الجراحه، وان شاء الله تكون يعني حاله بسيطه ونقدر نساعدهم عليها ان شاء الله. بدايه شاكرين لحضرتك طبعا المبادره الجميله دي من حضرتك ورعايتك للحاله باذن الله، وان شاء الله بعد الهوا هيتم التواصل من خلال الاستاذه هويده علي المعده عشان حضرتك تتواصل مع الحاله، وربنا ان شاء الله يجعل فيها خير ويجعلها في ذات حسناتك يا دكتور. باذن الله. احنا شاكرين حضرتك على ان انت نورتنا في المداخله دي، وضحت لنا امور كثيره الحقيقه كنا عندنا فضول ان احنا نعرفها، واظن هم كمان كانوا عايزين يسمعوها. شكرا يا دكتور عبد العزيز. الدكتور عبد العزيز بش الحقيقه مدرس واستشاري جراحه التجميل جامعه القاهره، احنا شاكرين ليه على هذه المعلومات القيمه اللي اعتقد ان هم اول مره برضو يسمعوها معنا. دلوقتي يا رحمه انت سمعتي كلام الدكتور صح كده؟ طيب طبعا ما فوتناش طبعا نشكره على التبرع وعلى تواصله مع الحاله ان شاء الله. يعني
ايه رايك في كلام الدكتور يا رحمه؟ حسب نوع من الامل كده اصلا شايفك مكتئبه من اول ما دخلتي. بقيت فرحانه. نعم فرحانه دلوقتي. طب يعني انت من اول الحلقه والحمد لله رب العالمين الدكتور هيتواصل معاكي وهيكون متكفل بالحاله سواء محتاجه جراحه او ليزر الدكتور هيقرر بعد ما يشوف الحاله بعينه يعني. فان شاء الله انا عايزك تعيشي من خير كده. يبارك له ويبارك لكم يا رب. فانت عارفه ان الحزن والكآبة بيخلي الواحد يزيد عليه المشكله اكبر وبقى العلاج بتاعها صعب. احنا عايشين في امور صعبه والله. انا احنا عارفين ومقدرين على فكره، بس انا دايما يعني عشان نفوجئ الله سبحانه وتعالى الانسان يكون عنده امل وربنا ييسر باذن الله يعني. الحمد لله. طب انت قلتي لي يا رحمه انت ابتديتي من ثانيه ابتدائي ثالثه ابتدائي ابتديتي تاخدي بالك ان انت بتلبسي حاجات مختلفه عن عن زميلاتك وكده. طب كنت بترجعي لوالدتك تقولي ايه؟ كنت والله انا عايزه البس زي اصحابي. ما كنتش لسه مدركه ان انت عندك مشكله كبيره هتحرجك معاهم. صح كده؟ ايوه. طب كان بيبقى ردك فعلك ايه لما ابتدت هي بقى تفهم؟ يعني كانت الاول بنت وتحكي عليها بكلمتين تلبسيها بتاع، لما كبرت بقى هي سبحان الله ربنا منزلها هاديه برضه، وليا ربنا منزل في قلبها الهدوء والرضا. نعم. يا راضية بنعمة ربنا عليها برضه. الحمد لله رب العالمين. طب الكلام اسمه تيجي الدكتور عبد العزيز، يعني لقيت الدكاترة فعلا ناقشوه معاكم حكاية انها يكشفوا على حاجات تانية، حاجة في النخاع الشوكي، حاجة في الغدد، حاجة في أي حاجة؟ ولا دكاترة مش أول مرة أسمع النخاع الشوكي. نعم. أول مرة أسمع عن النخاع الشوكي ده. إنما يكون في خلل أو الغدد سمعت قبل كده، إنما الدكتور ربنا يبارك له هيتبنى الحالة ويعمل، بس أنا خايفة من إن هي جراحة ويشيلوا في جلدها. لا هو على حسب كلام الدكتور، لو شاف المنظر عشان ما شاف الشاشه مش قدامه فلو شاف المنظر بالكامل كده اعتقد الجراحه هتبقى صعبه يعني. صعبه فان شاء الله يعني من النخر بينجرح ازاي هي ده كله هيتشال؟ هو يقصد لو في بقعه ولا حاجه بيشيلها وبعد كده بيلم الجلد تمام التمدد للجلد اللي حواليها يخليها تقفل مكانها، انما الحاله دي ما اعتقدش انها هتعمل لها جراحه يعني. بس اول حاجه انا بصراحه يعني استبشرت ان هو الحاله دي معروفه يعني، عارفه اللي يحير الواحد ان الحاله دي الدكتور يقول لك انا اول مره اشوفها لازم اشوفها بعيني، انا ما سمعتش عن الحاله دي قبل كده. انما كل قال انها عباره عن حسنه مشعره، معنى كده ان ايه الحاله موجوده وبتدرس وهم عارفينها يا رب. يبقى معنى كده طالما شخصت صح ممكن بعد كده العلاج ان شاء الله يكون ربنا كريم يا رب. ربنا معين. طيب اثر ده على الدراسه مع رحمه ولا خلاها ماشيه كويس؟ لا برده شاطره وكويسه وفي حالها وممتازه ومستواها كويس الحمد لله، ماشيه في التعليم كويس وهاديه جدا ومش لها دعوه باي حد. في حالها مدرسه البيت درس البيت كل طلباتي هي اللي عاملاها، انا بخرج اروح واجي واجي الاقيها عامله كل حاجه والله كل حاجه. وفي الدراسه الحمد لله رب ودراسه كل حاجه واخواتها واكل وشرب وكل حاجه. ربنا يبارك لك فيها يا رب. ان شاء الله باذن الله تكون يعني زخر. وهي هاديه كده برضو مش ان هي علشان نفس الطريقه ولا هي مختلفه عن اخواتها في الطباع والشكل؟ لا هي اخواتها كلهم شقي جدا. هي اهدى كبيره الهاديه بتاعتهم. وهي اللي شايلاهم وتشيل اختها الصغيره وكل حاجه. انت بقى بترمي عليها الحمل جامد كل حاجه؟ برمي جامد. طب جامد. ايه السبب بقى؟ عشان انا تعبانه انا رخم. ربنا يعفو عنك. عندك حاجه معينه؟ عندي فيروس سي. عندك فيروس سي، ربنا يعفو عنك ان شاء الله. ربنا يعفو عنك. طب التكلفه بتاعت رحمه بقى في الفتره دي كانت كتيره ولا قليله؟ كانت ايام ما قالوا نص مليون. نص مليون؟ يعني ده من 10 سنين قالوا نص مليون. ده في المستشفى الحكومي اللي قال لك الكلام ده ولا مستشفى خاص؟ احنا رحنا مستشفى في جامعه العلوم في القاهره. تاني كليه العلوم. كليه العلوم. في قالت لي دكتوره قالت لي الحته الصغيره اللي في ايديها من فوق دي هتقعد 3 شهور اعمل لك فيها وتتكلف لوحدها 10000 جنيه. البقعه الصغيره البقعه دي اللي باينه دي. وديها وريها كده للكاميرا لو تقدري يا رحمه. اقعد 3 شهور اجي من الشرقيه للقاهره، 3 شهور اروح واجي، وفي الاخر هتكلف 10000 جنيه كمان عشان تتعمل ليزر. طب انا بس هخلي برضو المشاهد ياخد باله معانا ويبص لها كده. صدقي يا رحمه الكاميرا. دي بس امال بقى بقيه الجسم كله هيعملوا في ايه؟ ما دي بس 10000. توقع حضرتك بقى ده كله هيعملوا فيه. البقعه اللي قد الجنيه في ايدها دي تاخد 10000 جنيه؟ 10000 جنيه بثلاث شهور دوخه. اروح واجي مواصلات واسيب العيال التانيه. طبعا اكيد زوجك مشغول معاك بنفس الطريقه. وهو شغال بالارزاق بقى وبيسيب شغله ونيجي. يبقى كده اليوم اللي هو سابه من الشغل مفيش حاجه. مش عارف اقول لك الحقيقه يعني. انا اعتقد ممكن نجيبها يا جماعه، انا عايزك ترفعي ايدك كده يا رحمه كده شويه توريها بس للكاميرا. بس يا جماعه عايزكم يعني البقعه اللي عيدها دي الدكتوره قالت لها تكلف حوالي 10000 جنيه اللي هي قد يعني قد الجنيه مثلا نقول كده على ايدها.
فما بالك بقى باللي موجود في بقيه الجسم. يا ريت استاذه هوايه تجيب لنا الصور تاني على الكاميرا ان امكن يعني. لا في طبعا كل دراعها يا جماعه كله بنفس الطريقه يعني، دراعها كله وجسمها كله. انا برضه عايز اقول ان الصوره اللي جت قدامكم دي الشعر بتاعها مقصوص يا جماعه، يعني الشعر بتاعها اتقص تماما عشان تبان كده. طيب وانت علاجك فيروس سي ماشيه فيه ولا ايه بالظبط؟ الحمد لله عملنا على النت الحكومه ورحت جبته من فقوس. جبت الجرعات بتاعتك؟ جبت واحده من المستشفى الحكومي اللي هناك. طيب ان شاء الله الدكتور عبد العزيز هيتواصل معاكم باذن الله بعد الحلقه ان شاء الله، وهيحاول ان شاء الله يجد لها حل. لو ما جدلهاش حل برضو احنا في جمعيه صلاه متواصلين معاكم، ارقامك موجوده على الشاشه قدامك، هتواصلي كل فتره ان شاء الله حد هيتصل بيكي. تمام يا رب، وان شاء الله يكون فيها باذن الله. ربنا يعني يكرمكم يا رب. انا عايز بس نفسيتكم تبقى احسن من كده الحمد لله. احنا بيجينا حالات هنا يعني مش عايز اقول لك اصعب من كده. انا عارف انها بنت وبالنسبه لها الامر ده صعب جدا، وبرده في الاسباني بيتجوزوا بدري شويه فممكن الحكايه تتاثر عليها، بس ان شاء الله يكون حلها موجود قبل ما ان شاء الله يجي لها الحلال يعني. يا رب ربنا يكرمك عشان بفضل الله خير يا رحمه، وعايزك كده تبقي انت حتى اسمك جميل يا رحمه يعني. ربنا يخليك. بس اهم حاجه تستمري في الدراسه بتاعتك بشكل كويس، وتخليكي برضو واقفه مع ماما وهي تعبانه يعني، وان شاء الله يكون علاجك موجود ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طيب مشاهدينا الكرام، الحلقه دي او البرنامج ده كله برعايه جمعيه صله اللي اقامته فلاتها موجوده على الشاشه، واللي الحقيقه اللي ماسكينها الحقيقه زعلانين شويه من مشاهدينا الكرام، بيقولوا ان التبرعات تكاد تكون معدومه تماما، والحالات في نفس الوقت علينا ضغط كبير جدا من الحالات اللي بتخرج من الحلقه بتتصل بينا من ثاني يوم، يا جماعه انا عايز شوفوا لي جبت كام، حد اتصل بيا، حد كده حد كده. الحقيقه احنا بنقول له ما حدش جاب لك، واحنا في غايه الاسى والالم، لان نتمنى ان كل واحد يجي له اللي هو عايزه وزياده شويه. ولو عملنا دورنا وقمنا بدورنا بمنتهى الشفافيه، وصلنا الاخ الكريم اللي هيتبرع لاخونا برده اللي فوق دماغنا من فوق، اللي هو محتاج سواء علاج او مصاريف او حل مشكله اجتماعيه او حل مشكله اقتصاديه، سواء في ايجار او مرض او علاج او اي شيء او عمليه جراحيه، كل ده الحمد لله يعني بنحاول نكون وسيط نزيه. بس يا رب المايه تمشي شويه والامور تتحسن، والجمعيه يجي لها ايرادات تقدر تغطي كل الحالات اللي بتجيلنا. ست راضيه انا شاكر ليكي ونورتينا في البرنامج، ورحمه برضو انا متشكر ليكي قوي، وعايزك عشان تجي لها خير. ربنا بيقول ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، فان شاء الله الامر بيتيسر باذن الله بثقتنا الكامله في ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله ربنا يخليك يا رب ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، انا يعني بتوجه بالشكر كل زملائي في الكنترول، وعلى راسهم الاستاذ هيثم حسين المخرج، والاستاذه هويده علي معده البرنامج، وبقيه الزملاء الحقيقه احيانا بيزعلوا لما بنسى حد منهم. شكرا ليكم، وعلى وعد بلقاء جديد الساعه 4 عصرا من قناه الصحه والجمال. الى لقاء جديد، اترككم في رعايه الله. أيام نديدات ساعات بتفوت، والعمر في دقايق أكيد فرقات، تنقص حياة عايشة في حضن الموت، أو شخص محتاج لك دي ساعة الخير. يلا وفي ايدينا نساعد الغير، تنقص حياة عايشة في حضن الموت، او شخص محتاج لك دي ساعة